لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي قطب أستاذ المناخ. دكتور علي أهلا بك في هذه التغطية على شاشة أكشن نيوز. يعني ما زال هناك عدد من التغيرات المناخية التي تضرب العديد من دول العالم، ليس فقط طبعا الدول النامية أو حتى الدول الإفريقية، لكن العديد من حتى الدول الأوروبية ودول الصناعية. برأيك لماذا يعني ازدادت حدة هذه التغيرات المناخية وما هي الأسباب؟ الحقيقة طبعا لازم نعترف ان التغيرات المناخية بتلعب دور اساسي جدا فيما يحدث من ظواهر مناخية وجوية على سطح الكرة الارضية نتيجة التفاعل اللي بيتم بين سطح الكرة الارضية وطبقات الغلاف الجوي من تغيرات في مكونات غازات الهواء وفي من ظواهر جوية بتتم على سطح الكرة الارضية، والسبب في ذلك هو النشاط البشري للإنسان. النشاط البشري للإنسان في خلال 100 سنة الأخيرة بدأ يتغير النشاط البشري للإنسان بتغير في المشاريع اللي بيستخدمها، في إنتاجية المشاريع، في تلوث الهواء وزيادة نسب تلوث الهواء، وبالتالي هذه المشاريع كلها التي يستخدم فيها الإنسان طاقة الوقود الأحفوري بالطموح المطلوب من تنمية اقتصادية عالية بيحتاج إلى طاقة كبيرة، واستخدام الطاقة بأسلوب غير منطقي يساعد على زيادة نسب غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي بيساعد على استمرار التغير المناخي وظاهرة التغير المناخي وما يترتب عليها من ظواهر جوية مقلقة. نعم. طب دكتور علي، يعني إذا بالفعل استمرت هذه الانبعاثات الكربونية الصادرة عن النشاط الإنساني، كيف ممكن أن توقع مستقبل التغيرات المناخية في حال استمرت هذه الانبعاثات الكربونية ومسألة أيضا الاحتباس الحراري؟ بص يا أستاذ، أنا يعني الحقيقي أن أنا غير متفائل بما يحدث في العالم من استخدام الدول الصناعية الكبرى لمثل هذه الأنشطة الصناعية المتطورة والتي تخلف وراءها الكثير من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي لابد أن هذه الدول تستقر على أن تخفض من نسب الانبعاثات الكربونية باستخدامها لطاقة جديدة صديقة للبيئة، وأن هذه الطاقة لابد أن تتوافر فيها كميات كبيرة من الطاقة الصديقة للبيئة زي الطاقة الشمسية واستخدام طاقة الهيدروجين، غاز الهيدروجين، والتخلي عن طاقة الوقود الأحفوري بقدر الإمكان على الرغم من رخص ثمنها، ولكنها تضر بالكوكب وتضر بالإنسان بصفة عامة، وبالتالي حتى يكون هناك تواجد للكتلة البشرية على سطح الكرة الأرضية وحتى لا يكون هناك كوارث أكثر مما نتوقع لابد من الحد من هذه الانبعاثات الكربونية عاجلا ليس آجلا. طيب دكتور علي، يمكن في شهر نوفمبر الماضي مصر شهدت يعني حدث تاريخي وحدث مهم وهو COP27 في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، واستطاع طبعا أن يعني تحل بثوبها الأخضر وأن تطل بالطاقة الجديدة والمتجددة في كل القطاعات وحتى في وسائل النقل والمواصلات. هذا الحدث حضره العديد من قادة دول العالم، ألا تعتقد أنه من المفترض أن كانت تشكل هذه القمة ناقوس خطر بالنسبة لدول العالم وخاصة الدول الصناعية والدول المتقدمة التي هي تحتل النسبة الأعلى في سبب هذه التغيرات المناخية؟ بالتأكيد طبعا، هو المؤتمر كمؤتمر نجح وأدى قرارات على أرض الواقع، قرارات إيجابية، وقرارات ديت محتاجة متابعة وتنفيذ لوجيستيك من هذه الدول الصناعية الكبرى، ولكن لا يستطيع دولة أيا كان حجمها أن تسيطر على العالم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ولكن هي اسلوب سياسي يجب ان يتبع بان الدول دي عارفه مدى خطوره هذه الكوارث الطبيعيه ليست فقط على افريقيا او اسيا ولكنها على اوروبا ايضا وامريكا. يعني لما نلاقي النهارده ان الولايات المتحده الامريكيه بتتاثر تاثر مباشر بارتفاعات درجات الحراره او الفيضانات العارمه الناتجه عن الاعاصير او ارتفاعات درجات الحراره تؤدي الى القتل للعديد بل الالاف من المواطنين. صحيح. او انتشار لعديد من الامراض نتيجه في افريقيا لعدم وجود امكانيات للعلاج، كل هذه الامور
تدركها تماما هذه الدول الصناعيه الكبرى، ولكن هي بيكون لها اهداف اخرى سياسيه عاوزه تحققها. هذه الاهداف السياسيه قد تتعارض مع الاسلوب المناخي والتغير المناخي واستخدامهم للطاقه، ولكن هو بالنسبه له هذه اولويات بالنسبه له. لكن الحقيقه انها يجب ان يوضع في الاعتبار ان الكره الارضيه الحفاظ عليها شيء اساسي جدا 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 في سبيل الحياه على كوكب الارض، لكن هم ما بينظروش لهذه الكره الارضيه بهذه النظره، هم بينظروا بنظرات اخرى مختلفه، وده اللي بيخلي ان ما فيش ايجابيه في تنفيذ القوانين واللوائح الامميه التي نتجت عن مؤتمر كوب 27، وان ما زالت هيئه الامم المتحده واللجنه الدوليه المعنيه بالتغيرات المناخيه الاي بي سي سي بترصد ارتفاع درجه الحراره يوم عن الاخر، وده المتوقع ان مش هتقف عند درجه ونص، ده هتزيد عن درجه ونص، وما ينتج عنها سيكون كارثه على سطح الكره الارضيه. حتى واستكمالا لكلامك يا دكتور علي، اذا كانت بالفعل حتى تريد تحقيق اهدافها، لكن من اهداف هذه القمه كوب 27 والتي حتى ستنعقد في المره المقبله في مدينه الامارات في دوله الامارات عفوا، هل من الممكن ان نتوقع تحقيق العداله المناخيه لحتى الدول الفقيره والدول الافريقيه؟ لانه كما تعلم هي الدول التي اكثر تاثرا من مساله الانبعاثات الكربونيه ومساله التغيرات المناخيه، حتى لو كانت الدول الصناعيه والدول الاوروبيه هي الاكثر تسبب في احداث هذه التغيرات المناخيه، هل نتوقع نوع من العداله المناخيه في القمه القادمه؟ بنسب، يعني انا اتوقع ان هتكون في عداله مناخيه ولكن بنسب، ولذلك لما تم انشاء صندوق التمويل من قبل الامم المتحده للمساهمه او المشاركه في الدول المتضرره من انبعاثات الكربونيه بسبب الكوارث اللي تنتج عنه، قد يكون هناك في هذا المؤتمر توصيات أكثر جدية وأكثر تنفيذا في العدالة المناخية، على أساس أن هذه الدول المتضررة دول فقيرة لم نكن لديها إمكانيات مادية أو تكنولوجية لمواجهة أو التكيف مع التغيرات المناخية، ولكن الدول الصناعية الكبرى عندها ما لديها من إمكانيات تكنولوجية ومالية تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية، لكنها متأثرة أيضا بشكل أو بآخر. دكتور علي، أتحدث هنا عن دول الصناعية. التأثير بقى يا أستاذنا احنا بنقول بنسب، بمعنى إيه؟ أنا النهاردة لما يجي إعصار يضرب الولايات المتحدة الأمريكية تتسبب إلى فيضانات عارمة ويسبب إلى دمار وكوارث مالية واقتصادية، ممكن هذه البلاد الصناعية الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية في خلال أيام تساعد في تنفيذ البنية التحتية مرة أخرى، لديها الإمكانيات المالية أنها تقوم بتعويض ما هذه الأمور، لكن لما يحدث هذا الكلام في أفريقيا في موزمبيق أو أي دولة من الدول المطلة على المحيط الأطلسي لا تستطيع مواجهة مثل هذه الأعاصير، بل على العكس يعني الاثار قد يؤدي الى وفيات تتجاوز الالاف في موزمبيق، لكنه في الولايات المتحده الامريكيه لانه عنده طائرات زي النمل بيقدر ينقل مليون مواطن في خلال 6-7 ساعات، وبالتالي هو قدر يتكيف مع التغيرات المناخيه. التكيف مع التغيرات المناخيه محتاج تمويل مالي كبير، محتاج تكنولوجيا عاليه كبيره، محتاج وعي بيئي للمواطنين، محتاج امور كثيره جدا جدا. طبعا، لكن يعني حتى لو كانت يعني تستطيع ان تتحمل كل يعني هذه الامور، لكن كنا زمان دكتور علي نسمع عن مساله الفيضانات مره كل عقد، لكن الان نسمعها بشكل متكرر. حتى مساله حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحراره اصبحت شيء متكرر واعتدنا على سماع هذا الامر. طيب خليني اسال حضرتك عفوا يعني عن المقاطعه دكتور علي في نقطه اخيره، يمكن الساده الرئيس في بدايه حديثه في كوب 27 تحدث عن اهميه الانتقال الى الطاقه الجديده والمتجدده ومسألة أيضا الهيدروجين الأخضر. سؤالي هنا، هل التعامل بالطاقة الجديدة والمتجددة ومسألة أيضا بشكل خاص الهيدروجين الأخضر، هل هو أمر سهل وعلى الدول الأفريقية والدول النامية أن تتعامل بالهيدروجين الأخضر؟ هل هو أمر سهل أم هو أمر مكلف؟ لا أمر مكلف جدا جدا. تخيلي حضرتك أنت بتستغني عن البنزين اللي هو اللتر فيه مثلا ب 10-11 جنيه وبتستعوضيه بهيدروجين اللتر فيه قد يتجاوز ال 20 جنيه، مكلفه جدا. الدوله هنا لابد بتكون فيها مساهمه ومشاركه في انتاج غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين عشان يطلع غاز مكلف جدا جدا، الصناعه بتاعته والاجهزه العلميه اللي بتقوم بتحليل غاز وتحضير غاز الهيدروجين مكلفه جدا، في خطوره طبعا لانه طبعا غاز في خطورته عندما تزداد الضغط الجوي بتاعه، استصلاح الاراضي الزراعيه والحد من البناء فوق الاراضي الزراعيه
ايضا قوانين ولوائح لها اثارها الماليه على الدوله والحكومه، وبالتالي كل هذه المشاريع الاستثماريه محتاجه ايضا لمياه عذبه للري. فالنهارده بنحول المياه المالحه او المياه الصرف، بنحللها عده مرات حتى تكون مياه صالحه الى الري في هذه المزروعات. فدي كلها تكلفه ماليه عاليه جدا جدا، لا تستطيع دوله بعينها ان تقوم بهذه المشاريع الا بالتمويل الخارجي عن طريق الامم المتحده. الدول الصناعيه الكبرى لديها هذه الامكانيات، لكن الدول الفقيره في افريقيا لم يكن لديها هذه الامكانيات. ولكن المواجهه بقى مع هذه التغيرات بتحد الى حد ما، بتخلي المواطن المصري عايش في نقاوه، بتخليه عايش في اجواء صحيه طيبه. يعني النهارده انا لما انقي الجو من التلوث اللي موجود فيه، انا هنا الظروف الصحيه بتبقى كويسه، نسب الامراض بتقل، نسب ظواهر الامراض اللي هي بتنتشر نتيجه ارتفاع درجه الحراره او التلوث بتقل، النظافه والمخلفات اللي المشاريع بتقوم بيها بعض الشركات ومشروع تدوير المخلفات تاني سواء كان مخلفات صلبه او سائله او ما الى ذلك بتقلل نسب انتشار الامراض، كل هذه الامور مكلفه ولكنها في الاخر بتعطي ايجابيه لحياه الانسان، بتعطي طموح لحياه الانسان ان يعيش في نقاوه ويعيش في صحه طيبه ويعيش في بال مرتاح الى حد ما. مالناش دعوه بالظروف الاقتصاديه، انا بتكلم على ظروف مناخيه محليه، لكن الظروف العالميه الاقتصاديه دي قصه ثانيه انا ما بكلمش فيها، السياسيين هم اللي يتكلموا فيها. فدي المشاريع محتاجه التمويل من قبل الامم المتحده، نتمنى ان يزيد نسب التمويل في المؤتمر القادم الذي سوف يعقد على الاراضي الاماراتيه ان شاء الله في نوفمبر القادم. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي قطب استاذ المناخ، كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.